وعلي السلام عليك ورحمة الله حياة. تعالى وبركاته. غير الله يخليك، بغيت نسول الدكتور نعم مرحبا. حيت انا كان عندي لي غان كيخدموا غير 40% دابا، هذا اللي كان انا اللي عندي الكونسير في لي بوفيز و اييه اييه ريسيرش ويدال و لي بوتالامس. اييه عرفتي هذا. أيه. ومبروك عليكم المرتبة الأولى بعد الكلية ديالتي، كلية الطب ميد راديو. الله يبارك فيك حياة، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. أنا تذكرتك وقلتي أنه كان الحلم ديالك أنك درسي الطب، وللأسف ظروفك الصحية ما ساعدتكش ياك. أو لا حياة معنا، حياة معنا. إيه معكم معنا. إيه طيب تفضلي مرحبا. شنو السؤال ديالك دابا؟ قلتي أنه الكليتين عندك كيشتغلوا فقط 40%. إيه أيه. وعندي لا عندي ليبوتيرويدي عاوتاني. أيه. حرقوا لي، قالوا لي حرقوا الميدان اللي غادي تغير، حرقوا لي ديك بيكات حرقوها. أيه في العلاج بالاشعه. أيه. واش ناكل الملح ولا نقص الملح؟ وعاوتاني قالوا لي بانه الحامض ما خاصنيش ناكلو منه، واش هذا الشيء بصح ولا لا؟ الحامض واش الليم كيما نقولوا حنا في وجده الليم، الليم واش ما ناكلوش؟ خاطر عندي الكلاوي والثوم. أيه. واخا نجاوبك ان شاء الله. كناخذ ما بقاوليش على الدهنيات في الدم، ما بقاش عندي في الدار، كيعطوني واحد الكومبريمي كنشربو تاع الكوليسترول والتريغليسيريد باش يتزاد لي في الدار. أيه. والوميغا 3. اييه واش هادشي مزيان؟ ودائما عندي لي زيكغ تكراع و لي نوزي. واش ممكن ندير دكتور؟ غادي ملي درت العمليه واخا عطيني لي كومبريمي واخا والو. هاد لي نوزي راه كيجي جايينك من الاوميغا 3 اللي كتاخديش في فورم دي كومبريمي واخا. ونظامك الغذائي شنو درتي فيه؟ إذا غدا أنا ملي درت هادشي في آخر 2011، ملي درت لوبيراسيون داروا لي غاديثيرابي لا شيمي وكلشي، بحال اللي كرهت الماكلة، كنت ناكل غير التمر ولا تاي والخبز. ومن بعد وليت نزيد العسل الحرة، وعاد وليت نباتية، ما بقيت كاع ناكل كاع اللي دام وداكشي تاع. واخا نجاوبك إن شاء الله. ومن بعد دغدغ ما عاد ما ياكلش في بيبي. والحلويات كانوا كنت هما ما ناكلوش، واش ناكل السكر ولا لا؟ بنت بقات تقول لي بقيت نزول السكر نزول الملح. المهم تبعات كدكتور. شحال في عمرك حياة؟ شحال عندك من عام؟ 53 عام. 53 سنة. وأنا راني واحد العام في الدوزيام درت هيوات بلادي وجدة. نعم تبارك الله. كنفضل الماكلة بزاف، ولكن ملي مرت ما بقيتش كاع ندير الماكلة. نعم واخا دابا الحصص ديالك العلاج الحمد لله كملتي. لا عندي كناخذ لي دروكورتيزون 10 ميلي غرام ا 8 دي ماتا، هي دابا 9. اييه ونقصوا لي دابا رجعوا لي ديك 5 ميلي غرام في الليل، قالوا لي شربيها في الليل. وكناخذ تي 4. نعم سيتو. وناخذ المغنيسيوم عاوتاني عطوا لي بلوس شوكولا نوار بلوس 30 مينوت دو مارش، وعطيني بي 1 بي 2 بي 6 بي 12. حتى هو الدواء ديالي صافي دكتور. نعم شي صافي راه بزاف. يحسن عوانك حياتي. شي صافي. شكرا. وميرسي ميرسي بوكو على هاد الكلية ديالتي كيفاش كتبع. شكرا. طبيب كتبع شتيها غادي ندوزها باش نرجع الطبيبة تاعك. شكرا جزيلا لك حياة، تواصلتي معنا من وجدة، شكرا جزيلا لك. أستاذ أحلمي شوف والله العظيم بعض المرات الكلام كيسالي لما كتلقى يعني إنسان شوف بهاد الحالة الصحية وبهاد الأدوية كاملة وهاد الأمور أول ما هدرت أول ما هدرت الطاقة الإيجابية الحمد لله كاينة. أي فعلا، ولكن الحمد لله الطاقة الإيجابية عندها كاينة.